يمدي. انت كل شيء احنا قلت نسيت رحتي قلت لي امس امي لانها تتابع بثي الحين تسمع. هي تعرفني؟ انت تعرفينه؟ تقول امي تتابعك من ايام البيجو ولا القوم ايام الدشرة ايام صدق ايام اما وش فيها؟ وش في امس؟ هقت بسم الله عليها. شفيك بسم الله بسم الله عليك يا بسم الله. هذا نهيق يا مرة امس هذه ولا ناقة؟ لا مي بناقة بس هي تشهق كذا. اخو محمد يا ابوي من اليوم خالق يا ولد. اخو محمد اخو محمد نهيق يا مرة. اخو محمد ايه ذاك هذا الحمار ذا؟ تخيل ضحكت امي وانا واقف عندك تفتش. اخو محمد دافع البلا امي كذا يعني في اخر بسطه من البساطه امي كذا الحين مره مستانسه ترى. الله يا ربي يخليها لسه ان شاء الله يطول عمرها. أم الثانية لو تروح من ده الله يرحمها ما حد يتذكرها. ايه والله ما تذكرها لان تسمعين طول عمرها. يا ابني تكفى يا مال الجنة. ذيك المرة ترى ابوي انخرش من تقعد على الجوال فجأة تشوف شيء يضحك تقعد تفرش. الله يخليك تخرشنا مرة. اخو محمد انا ابو درس امه ايش فيها كذا؟ ايه امي كذا تضحك ابن ما ادراك مره امي ضحكتها. امي الحين تيجي تصحيني من النوم بذي الضحك. ابوس يوم خذاها وهي كذا. ايه اوه كانت اجنع من كذا بس عقلها شوي. اشوني ما نبجاركم كم بسمع. عندكم حمار يعني. مره الله يخليها لك. الله يخليها لك ويخليكم لبعض. دام ام سعندس مضحكتنا الله يسعدها. سعدت بتشوف امي؟ توكلنا على الله.